بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا واجعلنا مباركين حيثما كنا. طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر اسعد الله اوقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي، تعالوا لنتعرف معا على موضوع هذا الدرس. موضوع الدرس نص الفهم القرائي خدش بالرئة اليسرى وهذا الدرس الرابع والاخير في هذا الموضوع نبدأ بتعرف اهداف الدرس، أولاً قراءة النص قراءة سليمة، ثانياً فهم الافكار الواردة في النص، ثالثاً إغناء المعجم اللغوي بمفردات جديدة رابعا الالتزام بالارشادات للمحافظه على الصحه. باذن الله سنتعاون جميعا انا وانتم على تحقيق هذه الاهداف بنهايه الدرس. بدايه نفتح على صفحه 140 لمن يستخدم الكتاب الورقي وهناك ايضا رابط الدرس الرقمي بامكانك ان تمسح الرابط لتتجه الى عين الاثرائيه وفيها ستجد نسخه الكترونيه من هذا الدرس. نبدأ بقراءة الدرس، في هذه المرة سأطلب منكم أن تقوموا بقراءة الدرس، فقد قرأنا الدرس في المرات السابقة، قرأت أنا الدرس ثم بعد ذلك قرأنا الدرس مع بعضنا، الآن المطلوب من كل واحد منكم أن يقرأ هذا الدرس، نبدأ من بداية هذا النص. خدش بالرئة اليسرى، كان خالد لا يحافظ على صحته ثم أكمل بعد ذلك قراءة النص. قصد عيادة طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية ثم أكملوا وجاء دوره فدخل حجرة الكشف ثم بعد ذلك نكمل اشار خالد الى صدره قائلا اريد ان اكشف على صدري ثم اكمل بعد ذلك مضى خالد الى الطبيب المختص في الاشعه ثم عاد الى طبيبه ففحصها بعنايه ثم قال اكمل بعد ذلك لاحظوا اننا في هذه المرة في القراءة اصبحنا اكثر انطلاقا في القراءة، لو تقارن بين قراءتك للمرة الاولى لهذا النص وهذه المرة ستلاحظ بان هناك فرقا في الانطلاق في القراءة، اصبحت في هذه او في هذه المرة اصبحت تقرأ بانطلاق وكذلك بتمثيل للمعنى بخلاف المرة الاولى التي كنت فيها تتعرف على الكلمات والطريقة الصحيحة لنطق هذه الكلمات، لذلك تكرار القراءة لأي نص من النصوص سيجعلك تتمكن أو تنطلق في قراءة النص بشكل أفضل. ننتقل إلى مكون أنمي لغتي، المعجم المساعد كلمة المحموم من يستطيع أن يعطينا معنى لهذه الكلمة؟ عظيم بارك الله فيك. المصاب بالحمى زائغ يقال زاغ بصره معنى هذه الكلمة أحسنتم أي اتسعت العينان من خوف شديد تقشعر نقول تقشعر منه الأبدان فما المقصود بهذه الكلمة؟ بارك الله فيكم أحسنتم ترتعد توا معنى هذه الكلمة أحسنتم حالا أو فورا خدش ما معنى هذه الكلمة؟ عظيم جرح حدجه ما المقصود بهذه الكلمة؟ أحسنتم بارك الله فيكم أحد النظر إليه ننتقل إلى مكون اقرأ انطق الكلمات التالية مع الاستعانة في ضبطها بالكتاب. نقرأ هذه الكلمات مع ضبطها بالشكل، الكلمة الأولى تبللت بهذا الشكل، الكلمة الثانية يسعل مضبوطة بالشكل، الكلمة التي تليها حدجه والكلمة التي تليها خدش واخيرا كلمه جاف جاف بهذه الطريقه ثانيا اقرا ما ياتي واميز في النطق بين همزتي الوصل والقطع يلبس الثياب الخفيفه في الايام البارده وحدث ما كان في الحسبان ان يقع كان قصيرا نحيفا دقيق الاعضاء الا انه كبير الراس ثم بعد ذلك اني اشك في وجود اصابه بالرئه اليسرى. لنجعل مثلا اللون الاخضر لهمزه الوصل واللون الازرق لهمزه القطع ثم نبدا بعد ذلك بوضع خط تحت اي همزه من الهمزات باللون الاخضر اذا كانت همزه وصل وباللون الازرق اذا كانت همزه قطع. نبدا من بدايه هذه الفقره الكلمه الاولى هي الثياب هي همزه احسنتم اذا نضع خط اخضر هي همزه وصل الخفيفه كذلك هي همزه وصل احسنتم في الايام ايضا همزه وصل لان قلنا الايام اي كلمه تبدا بال التعريف دائما هي همزه وصل في اي كلمه تبتدئ بهمز بأل التعريف هي همزه وصل مباشره، لو قلنا ايام بدون بدون أل التعريف فهي همزه قطع. البارده ايضا همزه وصل كما ذكرنا لانها تبدا بأل التعريف ثم بعد ذلك الحسبان ايضا كذلك همزه وصل ان احسنتم هنا همزه قطع يقع كان قصيرا نحيفا دقيقة الاعضاء مبدوءة بهذا التعريف اذا هي همزة وصل أحسنتم إلا عظيم همزة قطع أنه أحسنتم كذلك همزة قطع كبير الرأس الرأس همزة وصل إني جميل همزة قطع أشك أحسنتم كذلك همزة قطع في وجود إصابة احسنتم همزه قطع بالرئه همزه وصل احسنتم واخيرا اليسرى كذلك همزه وصل ننتقل الى مكون وجيب اقرا النص بسرعه ليستخرج منه جمله من كلام الطبيب تعبر عن تطور العلم في عصرنا نعود بشكل سريع الى النص وحاول ان تستخرج جمله وعباره ذكرها الطبيب تعبر عن تطور الطب في هذا العصر؟ من يعطيني اجابه؟ احسنتم اطرح هذه المخاوف جانبا فالعلم تطور جدا واعلم بان حالتك مضمونه الشفاء باذن الله، ما اسباب مرض خالد؟ السؤال الثاني ما سبب مرض خالد؟ جميل إصابة أو أصابه البرد بعد أن مارس الرياضة فتبللت ثيابه عرقا ثم خلع ملابسه دون أن يغلق نافذة غرفته ولا بابها كان هذا سبب إصابته بالمرض عن أي شيء كشفت صورة الأشعة لما ذهب إلى الطبيب أحسنتم وجود خدش بالرئة اليسرى إذا هذا ما كشفت عنه الأشعة بما أوصاه الطبيب إذا أراد الشفاء؟ جميل أحسنتم إذا أوصاه قائلا غذاء جيد وراحة تامة وهواء جاف نقي لماذا طلب منه الطبيب أن يصور صدره بالأشعة؟ جميل أحسنتم حتى يتأكد مما شك به بأن أو مما شك بأنه سبب مرضه وهو خدش بالرئة. بعد ذلك، بعدما فهمت النص أقرأه قراءة جهرية سليمة، كل واحد منكم يقرأ النص بعد ذلك قراءة جهرية يحاول فيها أن يمثل المعنى في القراءة. أغني ملف تعلمي أبحث عن ثلاثة من الأمراض التي تصيب الصدر وطرائق الوقاية منها وأضمنها ملف تعلمي المطلوب أن تبحث عن ثلاثة أمراض، ثم بعد ذلك تبحث عن سبل الوقاية من هذه الأمراض وتضمنها في ملف تعلمك، سأذكر لكم مثلاً أو مثالاً واحداً، الربو نقول في تعريف هذا المرض بأنه مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، طرائق الوقاية من هذا المرض مثلاً العلاج الدوائي، الرأب الحرارية للشعب الهوائية، والوقاية من مثيرات الحساسية. ننتقل إلى مكون إملاء منظور، سأعطيكم بعضاً من الوقت لكي تنظروا إلى هذه الكلمات، ثم بعد ذلك سأملي عليكم هذه الفقرة الآن سأملي عليكم هذا الفقرة بعد أن أخفيها من أمامكم قصد عيادة طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية في الأمراض الصدرية وجلس بين المنتظرين، يقلب بصره الزائغة في الوجوه الشاحبة، والأجسام الهزيلة، فاصلة ويسعل مع الساعلين فاصلة، واستولى عليه القلق والانزعاج فاصلة، وتساءل هل يقع فريسة لذلك المرض الخطير الذي تقشعر لذكره الأبدان علامة استفهام وكان سمع مرة صاحبا يقول نقطتان راسيتان إن السل داء خطير نقطة وانتهت الفقرة الآن المطلوب منكم أن تقوموا بتصحيح الأخطاء كل واحد منكم يقوم بتصحيح الاخطاء لنفسه، اي خطا اخطاته في هذه الفقره تضع تحته خطا ثم تكتب الكلمه بشكل صحيح في الصفحه المقابله ثلاث مرات او خمس مرات حتى ترسخ الكلمه بشكلها الصحيح في ذهنك. الواجب المطلوب منا كتابه النص بخط واضح وجميل صفحه 140 وبهذا نكون وصلنا الى ختام الدرس، امل ان تكونوا وافدتم مما قدمنا. موفقين ومعانين باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته